أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أهم ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والأجنبية، ونبدأ من أهم العناوين. في موقع الهيئة نت نشرة تحت عنوان مؤسسة ميرسر بغداد المدينة الأسوأ في العالم للعام العاشر على التوالي. ونطالع في المدى قوات تركية تقتحم حدود الإقليم وتقترب من أربيل. نقرأ في موقع كتابات 15 عاما على غزو العراق حصاد الجثث. طالع في الجزيرة نت عشرات الآلاف يفرون من جحيم الغوطة. ونقرأ تحت عنوان في العربي الجديد نائب رئيس الحكومة اليمنية على التحالف احترامنا وهادي لا يستطيع العودة للعدل. أما في القدس العربي المعارضة السورية تتوصل إلى اتفاق لإجلاء مسلحين من حرست في الغوطة الشرقية. وأخيرا وليس آخرا في الحياة نطالع ترامب يهنئ بوتين على فوزه في الانتخابات ويقترح أن يجتمعا قريبا. العدوان الأمريكي على العراق في الوقت الذي تحل الذكرى 15 للعدوان الأمريكي البريطاني وحلفائهما على العراق الذي نجمت عنه حرب تدميرية شاملة أفضت إلى احتلاله ثم الإجهاز عليه ودفعت به إلى الهاوية. تظهر إحصاءات وأرقام تراكمت على مدى عقد ونصف وتكشف عن فداحة الجرائم التي لاحقت بالعراقيين وحجم المأساة التي طوقتهم وما تزال تطبق على حياتهم، وتطبق أرقاما وإحصاءات جاءت في تقرير نشره موقع الهيئة نت. تؤكد دراسة خاصة أجراها موقع أوبدي نيوز الأخباري أن الشعب الأمريكي ليست لديه أدنى فكرة حقيقية عن فداحة الكارثة التي تسبب بها غزو بلادها للعراق، ولا سيما مع الرفض المستمر الذي يبديه جيش الاحتلال الأمريكي في الكشف عن أعداد الضحايا من العراقيين الذين سقطوا جراء الحرب وما تبعها من تداعيات الاحتلال. وبحسب الدراسة نفسها فإن أحد استطلاعات الرأي وجد أن معظم الأمريكيين يعتقدون أن القتل من العراقيين جراء الغزو والاحتلال يقدر بعشرات الآلاف فقط، لكن الحسابات التي رصدها الموقع وأحصى أحداثها اعتماداً على أفضل المعلومات المتاحة لديه تظهر تقديرات كارثية بمقتل 2,400,000 إنسان عراقي منذ سنة 2000 ولغاية الآن، مؤكدة أن عدد الضحايا العراقيين ليس مجرد بحث تاريخي عابر، لأن القتل هناك ما يزال مستمرا حتى اليوم. وتقول تقارير إخبارية وأخرى عسكرية إن الولايات المتحدة التي جددت عدوانها على مدن ومحافظات عراقية في شمالي البلاد وغربيها منذ سنة 2014 قادت أقصى حملة قصف ممنهج منذ الحرب الأمريكية في فيتنام بعد منتصف القرن الماضي. ما حل بالعراق جراء العدوان عليه ثم احتلاله وسرقة موارده والاستيلاء على مقدراته حله إلى بلد مغطى بالركام المصطبغ بالدماء حتى تجاوزت مأساته في تفاقمها ما حل ببلدان مشهورة تلقت حروبا وقنابل تدميرية دونها التاريخ على مدى العقود الماضية، إذ إن الأخيرة انتهت ولم يبقى لأثارها سوى توثيقات ومقالات وملفات إرشيفية، بينما العراق ما تزال فصول تدميره سارية المفعول وسط صمت عالمي وإغفال حقيقي عن النظر في تدوين كارثته. نزاهة الشعب أقوى من الفساد والفاسدين، بهذا العنوان افتتح الكاتب مقالته في صحيفة العرب اللندنية، حيث يضيف بأن أي تغيير حقيقي لا يمكن أن يقع إلا إذا تمت إزاحة الطبقة السياسية الحاكمة بأكملها التي لم تكتفي بتدمير العراق بل شوهت سمعة العراقيين حين أظهرتهم شعبا خانعا
للفساد، وستكون الانتخابات التشريعية القادمة في العراق مزورة، يعني مزورة أيضا لذلك الخبر الذي يزف بشرى محبطة العراقيين الحالمين بالتغيير، ولن تخرج تلك الانتخابات بعيدا عما سبقها، بل قد تؤدي إلى ما هو أسوأ إذ ما انتهت نتائج التزوير إلى استيلاء القراصنة من جديد على المركب كلها. الطبقة السياسية التي دخلت إلى الانتخابات قبل 12 سنة هي طبقة مفلسة وفازت فتمكنت من القبض على ثروة العراق الخرافية. هي اليوم من أثرى الطبقات السياسية في العالم، ناهيك عن أنها صارت تملك جيوشاً جرارة من المرتزقة المسلحين الذين وظفوا لحمايتها، ويمكنها في الوقت نفسه أن تستنجد بميليشيات طائفية تستقدمها من كل مكان. لقد صنعت الولايات المتحدة وهي الجهة المسؤولة كلياً أمام القانون عما انتهى إليه الوضع في العراق، كونها الدولة التي احتلت آلية ديمقراطية تسمح للطاقم السياسي الذي جلبته معها يوم غزت العراق بالاستمرار في السلطة إلى زمن غير منظور. إيران اليوم هي القوة التي تحمي العملية الديمقراطية في العراق كما خططت لها الولايات المتحدة. لذلك فإن ما يحلم به العراقيون من تغيير من خلال الانتخابات القادمة لن تجد له مكانا على الأرض، ولو لم تجد الولايات المتحدة في تمدد إيران عراقيا منفعة لما سمحت به، ولمنعت إيران من الهيمنة السياسية من خلال منع الأحزاب الموالية لها من الدخول إلى الانتخابات كونها أحزابا دينية طائفية. لم تفعل الولايات المتحدة الأمريكية ذلك لأنها وجدت في إيران القوة التي تعينها على العراقيين. إيران اليوم هي القوة التي تحمي العملية الديمقراطية في العراق كما خططت لها ودبرت لها الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك فإن ما يحلم به العراقيون من تغيير من خلال الانتخابات القادمة والمزعومة التي لن يجد له مكانا على الأرض سواء ذهبوا إلى مراكز الاقتراع أم لم يذهبوا، فإن النتائج معروفة سلفا، أن يقولوا لا احتجاجا مثلا فمراكز الاقتراع لن تكون المكان المناسب لصرخة من ذلك النوع عن طريق الانتخابات المزورة لن يصلوا إلى هدفهم. تتصاعد حملة الاستعدادات للانتخابات البرلمانية في العراق والمقررة في 12 من مايو آيار المقبل، ومعها يتصاعد أيضا التدخل الخارجي والنفوذ الأجنبي في بلد بات محل استقطاب دول المنطقة عموما، ناهيك عن الدول الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية. ومع كل انتخابات يتجدد الحديث عن العامل الخارجي ودوره في صنع مستقبل العملية السياسية في العراق لأربع سنوات مقبلة. فالانتخابات في العراق لم تكن في أي يوم من الأيام انتخابات للعراقيين بقدر ما كانت انتخابات العامل والنفوذ الخارجي، إلا أن هذه المرة تبدو أكثر صراحة ووقاحة إن شئت الدقة، بحسب الكاتب إياد الدليمي في مقال بصحيفة العرب الجديدة. في الدورات الانتخابية السابقة كانت إيران بحكم نفوذها وتغلغلها في العراق لاعبا رئيسيا، فحتى الدور الأمريكي كان يتضاءل إزاء الدور الإيراني. ولنا في انتخابات 2005 و2010 و2014 أمثلة واضحة، إلا أن انتخابات عام 2018 ستكون انتخابات الخارج بالدرجة الأولى بعد أن بدأت أمريكا حملتها الشرسة على إيران ولو إعلامياً. فمنذ أن وصل دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وهو لا يكف عن تهديده ووعيده لإيران، كما ستشهد انتخابات هذا العام دخول لاعب إقليمي جديد الساحة العراقية وهو اللاعب السعودي الذي يبدو أنه وبدفع من أمريكا بغرض تقليص النفوذ الإيراني في العراق دخل الساحة ولو متأخراً. ترى إيران أن انتخابات 2018 مهمة جداً لاستمرار نفوذها في العراق، فهي أولاً تريد أن تجري الانتخابات في موعدها وهو ما أكدت عليه مراراً وتكراراً، ورفضت كل الدعوات التي خرجت من القوى السياسية السنية إلى التأجيل. الأمر الآخر أن إيران تريد لهذه الانتخابات أن
ترسخ قوى الحشد الشعبي المسلحة سياسيا، ولا بأس إن حاولت أن تدفع باتجاه أن يكون رئيس الوزراء من داخل هذه القوى السياسية التي شكلت حديثا للدخول في الانتخابات. فالحشد الشعبي بمثابة الحرس الثوري العراقي، وهو يدين في جزء كبير من تشكيلته بالولاء للمرشد الإيراني الأعلى، فهو جيش عقائدي صرفت عليه إيران أموالا طائلة وحاربت به تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا. يشير كتاب رئاسة الجمهورية الموجه إلى البرلمان برفض المصادقة على الموازنة المالية لعام 2018 إلى عدد من المخالفات الواردة في قانونها. لكن المضحك في معركة الموازنة المستمرة منذ أشهر هو ما أشار له اعتراض رئاسة الجمهورية على البند الخامس من المادة 17 من القانون، حيث وردت فيه مفردة غرامة، وهي بحسب كتاب الرئاسة مفردة غير صحيحة، لأن الغرامة عقوبة، وطالبت الرئاسة بتعديلها إلى رسم. وكانت أولى الضحكات على هذه الفقرة انطلقت عبر قناة تلفزيونية من السيد أمير الكناني، وهو نائب سابق ومستشار قانوني في رئاسة الجمهورية. الكناني ضغط ضحكته وحولها إلى ابتسامة لا أكثر، فالبند أعلاه يتعلق بفرض رسم على الخمور كمصدر للإيرادات بحسب الكاتب نبيل السهيلي في المنهج. أثناء قراءة مشروع الموازنة ارتفعت أصوات النواب المتدينين اعتراضاً، فهم لا يقبلون أن يكون الخمر مصدراً لدخلهم، لكن يقبلون إذا صار بعنوان غرامة، وكأن الخمر صار شيئاً آخر، أو كأنهم حريصون فعلاً على أن يكون دخلهم حلالاً، رغم أن أكثريتهم لا يقومون بعملهم الذي يتقاضون عليه أجورهم، أي حضور جلسات البرلمان. من يراجع فيديو جلسة قراءة الموازنة وكيف يؤثر التهريج والصخب والمزايدات في العمل التشريعي يعرف أن حياة الناس ومصائرهم وأموالهم يستهان بها وتتحول إلى فرصة لاستعراض تدين زائف يلجأ للحيل لجني المنافع ويجعل ما يعتبره حراما أمرا حلالا مقبولا بمجرد تغيير العنوان. من يشاهد غضبة المؤمنين في البرلمان يتوقع أن ثائرتهم لن تهدأ إلا بإلغاء الخمور كمصدر للموازنة التي ينفق منها أيضاً على العبادات والطاعات، فصار الخمر يتسرب إليها كلها، لكن المؤمنين الثائرين يقترحون حلاً وسطاً يبرئ ذمتهم كما يعتقدون، فيضعون واردات الخمر تحت بند الغرامة وليس الرسم. البلاد التي تدار بالحيل الشرعية والقانونية والتلاعب بالكلام لن تقوم لها قائمة ولن تجد لها مكانا في المستقبل، وهي تشجع على النفاق رسميا وشعبيا. طريقة تعامل النواب والساسة مع أموال الخمر هي نفسها المعتمدة في ملفات كثيرة، ومنها ملفات الأمن ومكافحة الفساد والعلاقات الخارجية. الساسة المؤمنون حقيقة مثلا يشتمون الغرب والأمريكان تحديدا، وينشرون العداء الشعبي لهذا الغرب الذي يقيمون معه علاقات شخصية متينة، ويريدون منه حماية مصالحهم بأي ثمن. أما عندما يتعلق الأمر بحماية الدولة العراقية، فيتحول التعاون مع الغرب إلى رجس من عمل الشيطان. الثورة عمرها من عمر الثورة السورية تقريبا أو أقل، قالتها بكل قوة وأنفة وعناد: ما بدي أكون بنت بشار الأسد. قالتها في وجه أبيها الذي طلب منها أن تردد أنها بنت الرئيس السوري. حدث ذلك في بث مباشر لقناة الإخبارية السورية الخميس الماضي، عندما كانت الكاميرا تستقبل جموع الناس المنهكين وهي تغادر الغوطة الشرقية عبر ممر حامورية. الإعلامي محمد كريشان كتب عن عنفوان هذه الطفلة في صحيفة القدس العربية. أما الأب المسكين فهو ينتمي إلى جيل آخر عاش ذل الاستبداد وسطوة المخابرات وفسادها، ولما حلم بالتغيير وبيوم تنعم فيه بلاده بنسائم الحرية أصابه وأهله ما أصابه، فلم يعد لديه من مانع أن يعود مرة أخرى إلى ما كان يعيشه لسنوات
من طأطأة الرأس وإظهار الولاء الكاذب والهتاف بحياة الرئيس ووالده وأنجاله، إن لزم الأمر ضمانا للسلامة وإنقاذا لعائلته من التهلكة. لا أخال هذا الوالد المنكسر إلا رجلا استمتع لسنوات قليلة بكسر قيود الاستكانة والخوف رغم شلال الدم، ليجد نفسه فجأة يعود إليه من جديد. لم يكن يتخيل ذلك، لكنه جاهز للتأقلم معه من جديد بفعل الظروف القاهرة. وبين البنت الصادقة التي ولدت ونشأت متمردة ورضعت ذلك من ثدي أمها إن ظلت موجودة أصلا، وبين والدها المجبر على إعادة ارتداء ثوب النفاق من جديد، يوجد قطاع آخر لا بأس به، لم يستطع أن يكون لا هذا ولا ذاك، قطاع ظل عاشقا للنظام، صادقا أو منافقا، صامتا أو متحمسا، مسايرا أو مزايدا. صحيح أن بشار الأسد لم يرحل بعد، وقد تكون مي أو غيرها، ولدنا أبناء لم يردن لهم أن يولدوا أو يترعرعوا، ورجل لم يفارق سدة الحكم بعد، لكن الأكيد اليوم أنه في هذه السنوات السبع المريرة التي حول فيها بشار الأسد ثورة سلمية إلى بركة من الدماء، نشأ جيل جليل لا يمكن لبشار الأسد أو لغيره أن يحكمه أبداً كما حكم آباؤهم أو كما حكم أبوه أجداده. صادق البرلمان الإسرائيلي الكنيست قبل أيام بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يخول وزير الداخلية الاحتلال، وزير داخلية الاحتلال كما يصف الكاتب، سحب هويات المقدسيين بحجة خرق الأمانة لدولة إسرائيل. ويأتي القانون كخطوة انتقامية من الفلسطينيين في القدس، ويتناقض مع مبادئ القانون الدولي الذي يقر بأن الفلسطينيين في القدس هم أصحاب الأرض الأصليون ويمنع طردهم من وطنهم. والأخطر من ذلك أن سحب هويات المقدسيين يعتبر بحد ذاته تطهيراً وتهجيراً صامتاً للمقدسيين بحسب الكاتب نبيل السهلي في صحيفة الحياة. ويمكن الجزم بأن إسرائيل ستعتمد الزيادة المقترحة لليهود في المدينة من خلال استيعاب اليهود القادمين من الخارج عبر محاولات فتح قنوات للهجرة اليهودية الكثيفة بعد تراجعها من الدول الأوروبية، فضلاً عن الإعلان عن مغريات مالية إسرائيلية للعائلة اليهودية التي تقطن في القدس، وذلك بغية ارتفاع مجموع اليهود في المدينة، فضلاً عن اعتماد سياسة إجلائية مبرمجة إزاء العرب المقدسيين لترحيلهم بصمت عنها عبر إبطال شرعية إقامتهم في مدينتهم من خلال اتباع الإجراءات التالية: إذا عاش الفلسطيني خارج القدس 7 سنوات متتالية أو إذا حصل على جنسية أخرى، وكذلك الحال إذا سجل العربي المقدسي إقامته في بلد آخر. وتبعاً لهذه الحالات، فإن المصادر الإسرائيلية تقدر عدد العرب في القدس المعرضين لفقدان بطاقة الهوية العائدة لهم بنحو 60,000 عربي، وهذا يعني ترحيلهم من مدينة القدس أو إبقاءهم خارجها بحلول عام 2020. يكفي لليهودي الآتي من دول العالم المختلفة أن يعلن نية القدوم إلى فلسطين المحتلة حتى يصبح مواطنا في القدس، ولا يفقدها حتى لو غاب 10 سنوات أو 70 سنة أو حمل جنسية أخرى. على عكس العربي صاحب الأرض الذي تفرض عليه قوانين إسرائيلية جائرة لاستلاب أرضه لفرض قوانين قسرية عليه.
بعيدا عن السياسة، أصوات طاحونة عمرها 5 قرون لا تزال تسمع شمال العراق، إذ يحرص صاحب أقدم طاحونة مائية في شمال العراق على استخدامها في صنع طحينة السمسم، مصلحا عطبها كلما تطلب الأمر ذلك. وهذا ما جعلها منذ بنيت قبل القرن 16 لا تزال تنتج طحينة أو ما يسمى راشي لذيذ، على الرغم من أن تاريخها يرجع إلى 500 عام مضت، فإن الطاحونة المائية هذه تدار بطاقة الماء ولا تزال تعمل وتنتج طحينة لذيذة من السمسم في منطقة بديهوك في العراق، مستخدمة طرقا تقليدية في الإنتاج. وتقع الطاحونة التي بنيت قبل القرن 16 في العمادية في كردستان العراق. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.